ان الناس اللي بيحبوا يقولوا على سنهم، اه بفتخر قوي ان انا دلوقتي ماشي في الستين، ببقى سعيد قوي ان انا اقول لك انا مواليد 28 69، وبحب قوي شعر الابيض ده قوي، والله ما بهزر، بحبه جدا، لانه ده بيحمل ورايا يا كابتن اسلام سنين من الكفاح والعرق اللي خلتني ابقى موجود مع حضرتك هنا، وانه في ناس مستنياك عشان تتفرج طبعا عليك يعني. فطموحي دايما ملوش حدود، فانا وانا ماشي، انا لسه بادي الستين بقالي كام يوم يعني، ما كملت الشهر، بس انا جوايا 25 سنه ده بجد، بطلع السلم جرشي، حركتي سريعه، الناس اللي معايا في الشغل بيجروا اه على طول على بيجروا طول اه بيجروا ورايا، ما اقدرش اعيش من غير كده. بس في وقت هتعتزل يعني، هيجي لك وقت من الاوقات هقول شكرا سلام عليكم كفايه، قد تكون الاجواء مش هتساعدك، بيكون الجو العام مش لطيف، لكن قدمت كل ما عندك لحد ما تموت عمرك ما هتقدم كل ما عندك، لانه كل يوم في بلدنا في جديد، في قضايا رياضيه، في مشاكل، في ازمات، في انتصارات، في اخفاقات، وهكذا يعني. فلما تيجي تتكلم مثلا على نفتح اتحاد الكوره مثلا، لانه مثلا حد بيقول لك على مستقبلك واتحاد الكوره،